كيدرنا كتحبس الطريق وما كنلقاوش فين ندوزو وعلمنا السلطه كامله وان ما كاين حاجه وان ملي كنقول سعاده القيد كيدير المبادره ديالو كيجيب وكي قروه وكيعاود يسرح الطريق لان الطريق ملي كتبلوكا يعني كيولي ضرار ما لا لا يمشي ولا يجي ولا والو كنمشيو عند سعاده القيد وان القيد كيعاوننا كيعاود يجيب تراكس من عنده هو وكيعاود واني راه كيدير له بوسيبل ديالو، واني حتى حاجة أخرى، المجلس البديلة كنعاود تشكينا ليهم ودرنا الشكي ديالنا كاملين، واني ما كاين حاجة. أنا من الساكنة ديال أبو يوسف المصداغي، هادي هنايا كانت جات واحد الشركة لاحت واحد جوج موكات، على أساس زعما كيقولوا بأن غادي يحيدوا، ساعة ما تحيدات، زاد تراكم عليها الزبل، وبداو عوتاني تيجي حتى مكرية تيشعلوا العافية، ولات العافية تضرنا حتى حنايا. بان علاش ديورنا ما بقيتيش تقدر تشم ديك التنفس ديالك تيولي يضيق لك مع العافيه وداك الشيء والزبل وسميتو ولات كارثه عظمى هنايا وراه كان تسد الشانطي هنايا تسد بهذا الزبل هذا ومازال الناس ديال السلطات المحليه اللي عندنا من منين سميتو راه تيقوموا بالاجراءات ديالهم وداك الشيء بحال منين تيشوفوا ولكن الاكثريه تيجيو بالليل بالليل تيجيو تيلوحوا الزبل ديالهم هنايا شي تريبورتورات كاين دوك الكوارو ديال العود يجيو يلوحوا يهربوا ويزيدوا هذا الشيء هو اللي كاين وحنايا راه ضرينا من هذا الزبل هذا ضرنا بزاف كساكنه ونتسناو زعما نيت تا السلطات تعاون معنا في هذه هاد القضيه هذه الشركات ديال ديال النظافه ما تديرش خدمتها علاش ما تديرش خدمتها نظر داك ديالها تيجيو لها هنايا وبزاف الاشياء اللي تتعمل هنا بحال مثلا تيكون كل اغتصاب هنا الساكنه راه مضروره من هاد الناحيه هادي عرفتي شي حوايج تيوقعوا هنايا راه الله يستر شوف هاد الزباله كيفاش اصحاب اللي اصحابهم النظافه لما خصهم يجيو ينظفونا هما تيلوحوا الزبل ولا راه اربعه الكاميوت ولا خمسه ولا جا اي واحد تيلوح الزبل ولا اي قنت تيجي يلوحوا الناس من الجيران اي بلاصه ولا تجي ولا الزباله ماشي ولا تا طريق هذه طريق تدي كبيره وتدي وتجيب وسدوا الطريق وعطشوا اعياد اعياد كله الاضحيه كلها جابوها هنا زعدوا الزبل ديال الاضحيه كلها زادوها، ونكمل كان القائد يجيب يجي سي الطراكس باش ينقد هاد البلاصه، كون راه تخنزت الدنيا كون راه سدت هذا الشارع كامل. راه جميع الجهات فهمتي، القائد ديال المقاطعه هذاك مالوموش كي الطراكس، حيت راه كتسد الطريق، ملي كتسد الطريق كيصيفط المسؤولين كينقصوا هذاك مالوموش يلا بدا فهمتي، وزيد عليك واحد الحاجه. كاين الناس هنا يستغلوا داك الزبل كاع ولاو كيجيو يلوحوا بالليل فهمتي كيلوحوا الزبولات بالليل وكتشعل العافيه هنايا كاع السكان مضرين انا كنطلب من الجهات المسؤوله دير حل الشيء هذا المشكل ديال هذا الزبل هذا اللي كيحلوحوا لنا الناس هنايا هي راه كيسدوا به الطريق بعد هذا الزبل هنايا عيا القيد ما يصيفط الطراكسات كيدير كي جي الطريق وما كدوز يومين ثلاثه ايام عاود ثاني كتعمر الطريق والقايد اش غيدير مسكين راه مسؤوليه ديال موالين النظافه هما اللي خصو يتكلفوا بهذا الشيء هذا هذا الشيء اللي كتشوف هنايا راه راه ما كاين حتى اربع شهور ها شوف كي ولا هنا الشارع ولا 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 النوادر ديال ديال الزبل هنايا الحاج يونس ما ساكنش هنا وما تنعرفوش شكون هذا الحاج يونس ما تنعرفوش القايد يلا جا ما ثلاث شهور اش غايدير هذا القايد مسكين يعني خاصو تيشوف في المسائل ديالو يقد المسائل ديالو عاد غيعرف اللي كضر واللي كت هذا هو المشكل ديال الحاج يوسف ما عرفتوش انا اصلا ما انا انا من 78 انا في هذه الحومه ما كنعرفش الحاج يوسف انا تنسمع به ما عرف فين ساكن كاين شي كيقول لك في البرنوصي شي واحد في ما في فين كيسكن حاج شي الحاج يوسف ساكن في بورغون حنا هنا في لافيليت بعيد علينا واحد البعد ما كاينش بعيد علينا بزاف هادشي حنا مقاطعتنا قايمه بخدمتها احنا ولاد الدرب عارفين شنو كاين مقاطعتنا قايمه بخدمتها راسلنا المجلس المدينة راسلنا المقاطعه كل شيء مقاطعتنا قايمه بخدمتها رساله للمسؤولين انهم خصهم يجيوا يقوموا لنا بهذا الشيء شو كتشوف الزنقه تسدات كل شيء الزبله الرائحه كتوصلنا تل... رائحه الازبال كتوصلنا حتى ديورنا وكنطالبوا انهم يديروا لنا شي حل في هذا الشيء ما يبقاش هذا الوسخ في الزنقه عندنا